رسالة لكل شاب وكل بنت باباهم ومامتهم عايشين معاهم. باباك ومامتك وباباك ومامتك بيحكوا عنك كأنك أعظم انتصاراتهم، فأرجوكي ما تخذليهمش. What the hell is beauty mode? What does this do? Oh damn. Okay. النهاردة هنتكلم عن نطق الـ ING في آخر الكلمة. فعندي الكلمة دي والكلمة دي. نطق الكلمتين دول هيبقى trying و playing. ما أقولش ing أو الـ in كده. كنت محتاج أتكلم معاكم في موضوع مهم. من ساعة ما قعدنا في البيت وحصل إن إحنا كلنا ما بقناش نشتغل وكل واحد بقى قاعد في البيت علشان خاطر الوباء والكلام ده، فانا بقيت عايز بقدر الامكان استفيد بوقتي على قد ما اقدر، فتلاقيني عايز اعمل حاجات كتير قوي في وقت واحد، وببقى مسربع قوي، عايز اعمل لكم فيديوهات بسرعه وعايز افيدكم على قد ما اقدر بسرعه عشان استفيد وفي نفس الوقت افيدكم انتوا كمان. فاحيانا ممكن وانا بكتب الايديتنج او بكتب التكست على الفيديو فاغلط، مثلا اكتب حرف غلط، ممكن اكتب حاجه غلط مكان حاجه. انا مبقاش قصدي ان انا اغلط، بس نظرا لان انا ببقى عايز اعمل لكم الفيديوهات بسرعه فالغلط بيحصل. فانا بعتذر لكم جدا لو في اي حاجه انا عملتها بغلط غير مقصود، واتمنى تكونوا مقدرين ان انا عايز اتواجد معاكم باكبر قدر ممكن من الفيديوز.